بسم الله. والفجر وليال عشر. مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية سيتحدث معنا في هذه الأمسية عن فضل العشر الأواخر فاغتنموها. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. الحمد لله، كل سنة وصلتك طيب وانت طيب مولانا، وفضلتك يعني مدعو أن تبين لنا فضل العشر الأواخر، لأن الناس كلها تحب هذه العشر وبتخلص فيها أيام إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عليه أفضل وعلى الله. آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعشر الأواخر العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصها بمزيد من العناية وبمزيد من الاهتمام بما لم يكن قبل ذلك في العشرين يوم السابقة. يتوفر عليها، يتوفر عليها، بحيث إنه كما جاء في الحديث الشريف كان إذا أقبلت العشر الأواخر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. وشد المئزر كناية وتعبير عن حالة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهنا إليها، وهي أننا نفرغ من الدنيا، لأن شد المئزر معناه أنه يعتزل النساء ويعتزل الشهوات ويعتزل أمور كثيرة جدا هي مباحة. عظيم. لا ينشغل إلا بذكر الله، فلا ينشغل صلى الله عليه وسلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، عن ساعده في نفرة إلى الله تماما هكذا. ففروا إلى الله كما قال القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يهتم بنفسه فقط، بل كان يهتم بنفسه ثم بأهله ثم بالمسلمين جميعا. ولقد كان يعني القرآن الكريم يحثنا على الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقف عند يوقظ أهل بيته. ما الذي يعني يتأسى به المسلم المؤمن الصائم القائم في هذه العبارة البليغة؟ ينبغي علينا جميعا، ونوصي أنفسنا ونوصي غيرنا، بأن العشر الأواخر فرصة أخيرة في هذا الشهر الفضيل. لم إذا مرت هذه العشر الأواخر ولم نغتنمها فاتنا الخير الكثير، ولذلك يجب علينا ألا تمر هذه العشر الأواخر وهي محل اهتمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تمر علينا إلا وقد اغتنمناها بأكبر قدر نستطيع أن نغتنم به من عبادات في هذه العشر الأواخر. كيف نتعبد ربنا سبحانه وتعالى في العشر الأواخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها وكان يعتكف فيها، والاعتكاف أيضا هو خروج عن مجال الدنيا، انقطاع وملذات الدنيا، وانقطاع عن الشهوات، انقطاع تام، تفرغ تام لله سبحانه وتعالى، تخارج من الدنيا وتقارب إلى الآخرة وإلى الله سبحانه وتعالى. فالعشر الأواخر لها مزية لم تكن لغيرها، ومن أجل ذلك يضاعف العمل. يعني إذا كنا قبل ذلك كنا نقرأ القرآن الكريم بقدر معين، هذه الأيام نقرأ بمزيد من، يعني لو بتقرأ جزء كل يوم يبقى جزئين وثلاثة، ونتدبر القرآن الكريم ونحن نقرأ ونرى مرامي الآيات، لمن كان يعني يريد أن يقف على معاني الألفاظ ومعاني القرآن الكريم، ومن كان لا يعلم يعني المعاني وهذه ولا يريد أن يقف على التفسير، فمجرد القراءة عبادة. يعني القراءة حتى لمن لم يفهم ألفاظ القرآن الكريم هي في حد ذاتها عبادة، أو حتى سماع القرآن، وحتى سماع القرآن الكريم. مزبوط. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فعلى كل حال، يعني القرآن نحن نريد أن نعيش به سماعا وتلاوة وحياة وتدبرا في كل تفاصيل هذا المعنى. هناك بعض الـ الأسئلة في يعني على ضفاف هذا الخير العميم في العشر الأواخر. أولا، هل المقصود بالعشر الأواخر
هم العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ يعني هناك يعني جدل محبب في هذا الأمر. هناك تفسيران في قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. هل المقصود بالليالي العشر هي الليالي الأخيرة العشر الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أو أنها الليالي الأول من شهر ذي الحجة المبارك؟ بكل قيل وفضل الله واسع، ولا مانع من أن يكون الفضل هنا وهنا، لا مانع من أن نحمل هذا اللفظ على العشر الأواخر وعلى العشر الأوائل. فالقرآن الكريم لم يحدد الفجر وليالي العشر، فيمكن أن يحمل هذا اللفظ على العشر الأواخر من شهر رمضان، ويحمل هذا اللفظ أيضا على العشر الأوائل. يعني لا الأواخر نافية للأوائل، ولا الأوائل نعم تغني عن الأواخر. نعم، فضل الله واسع ونعمل هنا وهنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأمرين معا، إذا دخل العشر الأوائل من الحجة كان له عبادة زائدة، وإذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان كانت له عبادة زائدة، وهكذا. عظيم. فلا مانع من الحمد على الوجهين. من فضل العشر كان الاعتكاف، ولكن الاعتكاف هذا العام نتيجة الجائحة يعني موقوف أو ممنوع أو محظور بسبب العدوى وما إلى ذلك. كيف نعوض الاعتكاف في المساجد في البيوت؟ ولذلك العبادات مداها واسع ومجالها كبير ومتنوعة، ويمكن أن يعني أن نعوض ما فاتنا من خير، مع أننا قلنا في حلقة سابقة أن من تعود على الاعتكاف في الأعوام السابقة وكان مواظبا على ذلك، وجاء هذا العذر هذا العام والعام الذي مضى، هذا العذر الذي منعنا جميعا من ارتياد المساجد في بكثرة وبكثافة في الجماعات وبالاعتكاف أيضا، فإن أجرنا من كان مواظبا منا على كل هذه العبادات فإن الأجر ثابت، وكأنه يذهب الآن في العشر الأواخر وكأنه يعتكف الآن. جميل. ومع ذلك فالفرصة أيضا ما زالت مواتية لنا في أننا أولا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قضية الذكر تحتاج إلى، إذا جاز التعبير يعني نقول فن الذكر. الله. بحيث الإنسان يعي قضية الذكر. الذكر يتنوع إلى أنواع كثيرة جدا، يتنوع إلى اللفظ ويتنوع إلى العمل، فالعمل في حد ذاته هو في الإنسان يكون في ذكر. لما يكون الإنسان يعني في المسجد، شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رجل في المسجد وجده يعني ملازما للمسجد، فسأله من ينفق عليك؟ فقال أخي ينفق علي. قال أخوك أعبد منك. أيوة. يعني كأن قضية الذكر ينبغي أن تفهم يعني هي ليست باللسان ولكنها بالعمل. بالعمل، والجوارح في حد ذاتها هي تذكر ربها بالعمل. اللسان لا مانع أيضا من أن الإنسان وهو يعني في المكتب وهو في الغيط، وإحنا رأينا يعني أباءنا وأمهاتنا البسطاء وهم في مجال العمل في الحقل وفي المصنع وفي التجارة، هم هنا يذكرون الله. اللسان دائما متحرك على طول، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومع ذلك فهو يترجم هذا المعنى الذي يذكره باللسان من أنه يقول لا إله إلا الله سبحان الله وينزه ربه سبحانه وتعالى، وكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله. هذه يعني أذكار بسيطة لكنها محببة إلى ربنا. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ليس فيها صعوبة. مولانا هقف عند الحتة دي، يعني البعض يقول لك إيه، أنت انشغلت عن ذكر الله بالعمل، أنت ليه أخلصت أو في العمل كده لدرجة أنت نسيت ذكر الله؟ وكأنني عندما أعمل ويعني العمل بتاعي بيخليني كل جوارحي أو كل شغل مركز، يعني مثلا واحد سايق سيارة أو واحد سايق طيارة أو واحد سايق باخرة، يعني من الأعمال اللي محتاجة كل التركيز، ماشي؟ هل ده معناه أن أنا نسيت ذكر الله؟ لا إطلاقا، أنا في ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
فإتقان العمل هو في حد ذاته جملة من عبادة. عبادة من العبادات، ولذلك فاتنا هذا الإتقان. الإتقان معناها الوصول بالعمل إلى الغاية القصوى مع محبة قلبية، ابتغاء مرضات الله. طبعا يعني هنا الفلسفة يعني إيه، هو كل العمل وكل الذكر وكل إنما هو لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا محدش هنا يتحجج بالعمل عشان ما يصومش، أو يتحجج بالصيام عشان ما يعملش. لا، هي المنظومة متكاملة. أيوة. منظومة العبادة متكاملة، أن الله فرض عليها فرائض فلا نضيع هذه الفرائض، ومن جملة الفرائض العمل. العمل هو واجب لأنني تعاقدت وتكييف، يعني هناك عقد بيني وبين جهة العمل المعينة سواء خاصة أو عامة بمواصفات معينة، وينبغي علي أن أؤدي هذا العمل وفق هذه المواصفات التي اتفقنا عليها. ده بيخليني أسأل سيادتك سؤال. أنت يعني فضلتك بتتكلم عن العشر الأواخر، هل ممكن يبقوا 9؟ لأن لو رمضان مش مكتمل 30 يبقوا 9. ألا يرجح هذا؟ أولا يعني أنتوا بتحسبوها إزاي 10؟ ممكن يبقوا 9، ولو كانوا 9 يبقى المرجح أنهم العشر الأول في شهر ذي الحجة. أيوه، هو طبعا بطبيعة الحال على اعتبار أنها متأرجحة هنا. يعني إحنا مثلا القرآن الكريم يقول الحج أشهر معلومات. أيوة. الحج أشهر معلومات. ولو جئت إلى لغة العرب فبتجد أن كلمة أشهر جمع، والجمع يطلق على الثلاثة، ومع ذلك فإن الحج في حقيقته هو يعني وقت الإحرام بالحج، هو شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، يعني حتى يمكن قبل التاسع كمان، يعني بحيث أنه لو فات التاسع إلى قدوم الفجر فإنه لا حج بعد ذلك، لا يحرم الإنسان بالحج. فالحج أشهر معلومات يعني وقت الإحرام دي الأشهر الحرم، فأطلقها على شهرين وعشرة أيام تقريبا. على شهرين وجزء. هل هذا جمع؟ قالوا لا، هو أراد الجزء يعني أطلق الجزء وأراد الكل. مظبوط. فكذلك هنا عندما يقال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان وتيجي 9 أيام فقط، فمعناها أن هذه عشرة أيضا عشرة كاملة في الثواب وفي العطاء الإلهي للعبد، مع أن العبد لم يقدم إلا في 9 أيام فقط، إذا كان هذا الحساب يعني يكون من الخلط الشائع. مولانا، فكرة الأشهر الحرم ما هي في الإسلام؟ الأشهر الحرم أصل هي الناس، أنت تخيل أنها شعبان رجب شعبان رمضان، الناس كده يعني ناس بسيطة متصور أن هذه هي الأشهر الحرم. هو رجب فرد وحده من أشهر الحرم، وبعدين بعد ذلك بنيجي ذي الحجة وحده. نعم، متفردا. أربعة أشهر حرم. مظبوط، متفردا. أربعة حرم كما قال القرآن الكريم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. جميل. الأربعة الحرم هي رجب، وبعدين بعد ذلك ذا فرد وحده منفرد، ثم بعد ذلك ذو الحجة وذو القعدة ومحرم. جميل. يعني إذا ليس بينهم شهر رمضان ولا شوال، أشهر كريمة، لكن هي يعني المقصود بالأشهر الحرم هم رجب منفردا، نعم، ذي القعدة وذي الحجة وشوال. لا، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والمحرم. جميل جدا. نعم. حاولت أن أفض اللبس حول الأشهر الحرم وخيرها وفضلها، وأعتقد أن الصورة واضحة، فالأشهر الحرم صارت معلومة للكفة. نخرج لفصل قصير ونعود للتواصل مع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام. أهلا بكم من جديد مع مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ولدي سؤال بسيط لكنه عميق المغزى. ينشغل البعض في العشر الأواخر بقضاء احتياجات العيد وربما الخروج للأسواق والتسوق وما إلى ذلك، فقد ينفض جزئيا عن الذكر. العشر الأواخر فرصة لا تعوض في الحقيقة، ثمينة وسمينة، ولمن يعني فاتته هذه الفرصة عليه أن يعوض هذا
فيما بعد في الأشهر القادمة من صيام شوال الستة البيض أو ما شابه ذلك، لكن علينا أن نغتنم هذه الفرصة هذه الأيام. لا ننشغل بمواقع التواصل الاجتماعي، ندعو شبابنا وبناتنا وندعو أنفسنا، لأن احنا إن كنا منشغلين بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا أن نقلل ذلك كثيرا أيضا، بحيث إننا أدعو إلى أنه لا يستخدم ولا ننظر في مواقع التواصل الاجتماعي إلا للضرورة القصوى من عمل أو غيره، لكن لمجرد قضاء الوقت أنا أريد أن أكون أن تكون العشر الأواخر هي عشر أواخر ذكر وقراءة قرآن وصلاة وعمل. توفر على الحصاد ده حصاد عظيم. اغتنمها. أدعو الأسرة المصرية إلى أنها ترفق بأنفسها من هذه النفقات التي لا يعني لا حد لها في هذه العشر الأواخر، خاصة في ظل الجائحة. في ظل الجائحة وفي ظل كل شيء، حتى ولو لم يكن في الإسراف، وفي والإسراف أمر نسبي على كل حال، لكن الإسراف ممقوت ومذموم عند الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم نهي عن الإسراف في سورة الإسراء في قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعلى كل حال التوسط والاعتدال في كل شيء هو سمة الإسلام، سمة الشخصية المسلمة، أنه إنسان لا يجنح إلى هذا الطرف ولا يجنح إلى هذا الطرف، إنما يمشي في الوسط الذي هو حد الاعتدال، فلا إنفاق زائد جدا ولا تقتير. مولانا مفتي الديار المصرية، كيف تستقبل العشر الأواخر؟ يعني الوصية، وصية الرسول واضحة، يعني دلني على ماذا يفعل مفتي الديار المصرية في العشر الأواخر في بيته وفي تعاملاته وفي الذكر وفي العبادة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، لأن أمر العبادة أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقنا إليه وأن نقبل عليه إقبالا يدلنا على محبته لنا، لأن من أقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبل عليه. فبلا شك نحن سنقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ونحث أنفسنا وأهلنا وأولادنا والأسرة جميعا وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنه في إقبال العشر الأواخر من شهر رمضان علينا أن جرعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى تكون هي المهيمنة. مسألة الإخلاص هي التي تكون عنوان لكل العمل، من قراءة القرآن لابد من الإخلاص فيه أن يكون لله سبحانه وتعالى، والصدقات التي تخرج للناس في هذه الأيام في طوال شهر رمضان، ونعلم بأن إخراج الصدقات في شهر رمضان محبب إلى العباد إلى المصريين جميعا، في أنهم مقبلون بالفعل ليس على قراءة القرآن الكريم فقط ولا على الذكر فقط، بل على البحث عن أولئك المحتاجين، البذل والعطاء، والبذل والعطاء، ويبحثون ربما في ظلمات الليل من هو المحتاج ومن هو الفقير، ويذهبون إليه ويجعلون الخطوات التي يعني يخطونها إلى هذا الإنسان الفقير هي في موازين الحسنات ومحببة، والمشي إلى الفقير وإلى المسكين محبب إلى كثير من الناس، يعني هو يحب أن يعطي بيده. جميل. أنا أعلم كثير من الناس هكذا، أنه يبحث في الليل ويمشي، مع أنه قد يكون يعني كبيرا في السن، لكنه محبب إليه أن تكون الصدقة من يده ولا إلى يد الفقير. جميل. نذهب إلى بعض الأسئلة اللي لا تأتي من مشاهدينا الأعزاء. عز الدين من أسوان بيقول: صليت يومين وكان اتجاه القبلة خطأ، وتبين لي بعد ذلك الاتجاه الصحيح للقبلة من أحد الناصحين، فما حكم صلاتي على القبلة الخاطئة؟ نعم، يعني هذا السؤال مهم، بس دعني أكمل فكرة. يعني احنا في العشر الأواخر تبدأ فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها ليلة القدر. أنا مدخر هذه الليلة. نعم، أنا بس أنبه إليها في أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي رواية تحروها في الوتر من العشر الأواخر. جميل. الليالي الفردية، الليالي الفردية فقد تكون ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. بس هناك حالة من حالات اللي هو إيه؟ التشوق دائما يوم 27. فيها الرواية الراجحة أو الرأي الراجح عند العلماء أنها ليلة 27 من شهر رمضان. لكن على كل حال يعني نحن سنقف مع هذا الحديث الشريف ونشتغل من جميل. الآن طيب أرجع بقى للسؤال، سؤال عز الدين من أسوان، أخونا عز الدين، من شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة. مظبوط. والتوجه القبلة بالنسبة لنا كمصريين بمعنى أن نتجه لا إلى عين القبلة وإنما إلى المسجد الحرام. الآن يعني إحنا في اتجاه القبلة، يعني عندنا لو عملنا دائرة والدائرة دي قسمناها نصين وأدي القبلة هنا، فمسموح بالانحراف اليسير عن القبلة. فإذا كان السائل الكريم يعني مسموح بالانحراف اليسير يمينا أو يسارا عن القبلة بمقدار معين، بمقدار معين، بحيث ان هو فولي وجهك. ايوه، يعني ما زال الوجه في هذه الدائره التي أيوة. عملناها بالزبط. ما زال فيها عند هذه الدرجه في من الدائرة. الانحراف ما زال متجها، هذا الوجه ما زال متجها الى القبله. لكن ان يعني يتوجه الوجه الى الحته الاخرى فاننا يعني عن هذه الدائره او عن هذا القدر فإننا نكون أمام عدم اتجاه إلى القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا كان أخونا الكريم بالفعل بعد أن صلى وقيل له على وجه اليقين بأن القبلة لم تكن اتجاهك وأنت تصلي، فصلاته في هذه الحالة تكون فاقدة لشرط من شروط الصحة، ومن ثم عليه الإعادة لهذه الصلوات التي صلاها في غير اتجاه القبلة. جميل. أيضا سؤال أو سؤالين مع بعض أنا شايف أنهم مرتبطين. السؤال الأول، هذه السيدة الطيبة أمال من الحلمية بتقول أنها بتأخذ حبوب معينة لتأخير الدورة الشهرية حتى تستطيع أن تصوم رمضان، ما حل هذا؟ هو بطبيعة الحال رمضان، صوم رمضان لا يجوز للحائض ولا للنفساء. في بعض النساء بالفعل بتاخد حبوب بترفع الدورة الشهرية مدة الشهر حتى يعني يتظل صائمة طوال الشهر ولا يعني يجب عليها قضاء فيما بعد، وكانها تريد أن تقول بأن العبادة مع المسلمين جميعا لها طعم آخر غير ما نصوم فيما بعد منفردة. على كل حال هذا أمر نرجعه إلى الطب، لابد أن نرجع إلى الطبيب في هذه الحالة. يعني هذه السيدة الكريمة التي سألت عليها أن تذهب إلى الطبيب أولا وتستشيره في أمر نفسها وتقول أنا لو أخذت هذه الحبوب هل علي من ضرر بدني في أخذها أو لا، يعني إذن مرجعها للطبيب. فإذا قال الطبيب في هناك ضرر تبقى على حالها ولا تأخذ حبوبا، وإن قال أنه لا ضرر في هذه الحالة على ما حققه الشيخ الدسوقي من علماء المالكية في حاشيته على الشرح الكبير أنه لا مانع، طالما أنه لا ضرر من أخذ الحبوب. جميل. لا مانع من أن تأخذ حبوبا، وإن كان يعني تركها لأمر حالتها الطبيعية دون تكلف مشق شيء ما عشان خاطر تصوم، نحن نترك مراد الله عز وجل، وإن كان هذا أيضا من مراد الله سبحانه وتعالى في أنه أوجد لنا دواء يمكن أن نتناوله لكن أن يكون بغير ضرر. فالخلاصة أنه يجوز ويكون الصوم صحيحا إذا ما أخذت المرأة حبوبا ترفع بها الدورة الشهرية ورفعت الدورة الشهرية باستشارة الطبيب، لكن لابد من استشارة الطبيب أولا. تقريبا متصل بي أنا حامل، ده حبيبة من القاهرة، أنا حامل وأتقيأ على مدار اليوم أكتر من مرة، يعني رغم أن أنا باخد حبوب لمنع القيء، هل صيامي يبطله القيء؟ إن كان القيء يخرج رغما عنها ولا يدخل منه شيء إلى الجوف بعد خروجه ففي هذه الحالة لا حرج، لكن إن كان الأمر فيه إشكال صحي بالنسبة لها عليها أيضا في هذه الحالة
أن تذهب إلى الطبيب وتستشيره، فإن قال الطبيب بأن الصوم في الحقيقة يؤثر على حالتها الصحية والقي يزيد من هذه المسألة، ففي هذه الحالة يباح لها باعتبارها من المرضى الداخلين في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحقيقة يعني الأسئلة كثيرة واهتمام المشاهدين بحديث مولانا الدكتور شوقي علام مهم جدا، خاصة أنه دائما وأبدا يعني ينتهج التيسير، والتيسير شيء عظيم جدا في حياتنا، وكم اشتقنا إلى الفقهاء الميسرين حتى لا تتعقد الأمور، وكمان عشان نستطيع أن نؤدي الفرائض والعبادات بنفس مطمئنة. كل الشكر مولانا، ونلتقي غدا إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه، ورمضان كريم.